وللوقوف على قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل لارتكابها جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، معنا من تطبيق زوم من تيل بورخ بهولندا السيد راتب عبد العزيز الباحث بالقانون الدولي الإنساني، وأيضا من إسطنبول الأكاديمي والباحث في الشؤون القانونية الدكتور وسام عطلة. أستاذ راتب، بداية ما رأيك من الناحية القانونية للقرار الذي صدر من محكمة العدل الدولية؟ بداية مساء الخير لك وللسادة المشاهدين ولضيفك الكريم من إسطنبول. في البداية القرار كان ضمن سقف التوقعات باعتقادي، يعني لم يكن أحد ينتظر من المحكمة اليوم وخلال مدة أسبوعين أن تطلق قرار بإدانة إسرائيل. يعني لا توجد محكمة تقريبا في العالم خلال أسبوعين يمكن لها أن تبت في قرار مثل هذا، ولكن المحكمة اليوم اعتمدت على المادة 41 والتي تقوم تعطي المحكمة، محكمة العدل الدولية بصفتها أعلى جهاز قضائي في الأمم المتحدة، استخدمت هذه المادة 41 تعطيها صلاحيات اتخاذ تدابير سريعة وعاجلة لمنع التمادي أو منع استمرار الإبادة الجماعية. هذا الموضوع له ثقل كبير جدا، بسبب أنه عندما أقول لك أنا لم أدينك، أنا لم أدين إسرائيل، ولكن أقول لها يجب على إسرائيل، أنا أأمر إسرائيل بمنع التحريض على الإبادة الجماعية ووقف الإبادة الجماعية ووقف كل الأعمال التي تؤدي إلى الإبادة الجماعية. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني أنا ضمنيا أعترف كمحكمة بأن إسرائيل هي مدانة فيه. أنا كيف أقول لك لا تستمر بالقتل وأنا لا أنوي إدانته؟ كان من الأجدر من حيث المبدأ أن لا أقوم بذلك. ولكن السؤال الأهم هنا، الجميع يسأل هذا السؤال حتى اليوم، يعني تلقيت الكثير من الاتصالات ويسألون سؤال واحد: هل هذا القرار ملزم أم غير ملزم؟ أنا سأجيب، القرار هو ملزم. ليش؟ لماذا ملزم؟ غياب السجن المخفر الدولي أو السجن الدولي لا يعني أن هناك غياب للعدالة. يعني نحن هون في عام نقول أن هناك محكمة وتدين وتصدر قرارات، ولكن يعني لا يوجد سجن دولي يسجن تلك الدول. فالكرة الآن بملعب إسرائيل. إسرائيل بإمكانها أن تظهر أمام العالم أجمع أنها خارجة عن إطار القانون الدولي بشكل مباشر، وهي دولة مارقة كل المعايير، وبإمكانها أن تلتزم. هل ستلتزم أم لا تلتزم؟ هذا الأمر، يعني سواء التزمت أم لم تلتزم، هذا الأمر سيكون عليه ترتيبات خطيرة جدا. طيب أستاذ راتب، ابقى معي لو سمحت، سوف أعود إليك مرة أخرى. أستاذ وسام، كيف تقرأ هذا التناقض بتفسير القرار؟ إسرائيل من جهة هي تقول نحن نحتفظ بحق الدفاع عن النفس، فتبرر لنفسها هذه المجازر وهذه عمليات القتل الجماعي والإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، في حين المجتمع الدولي أو قرار المحكمة هنا يلزم إسرائيل ويقول لها عليك أن تمتنعي عن الاستمرار في ارتكاب الإبادة الجماعية. كيف تنظر إلى هذا التناقض في تفسير القرار؟ ما هو تفسير هذا القرار من وجهة نظرك؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. اليوم هو اليوم 12 بعد 100 من الحرب الإجرامية على قطاع غزة. آلاف الشهداء قضوا، مئات آلاف الجرحى، مئات آلاف البيوت المهدمة. اليوم تنتصر العدالة الجنائية الدولية للشعب الفلسطيني لأول مرة منذ 75 عام. يكفي للشعب الفلسطيني أن تكون إسرائيل أمام أعلى هيئة قضائية أممية تتبع لمنظمة الأمم المتحدة. أنت تعلم أخي أن فلسطين للأسف محرومة من عضوية كاملة السيادة في الأمم المتحدة. حتى اليوم نحن دولة ذات صفة مراقب، يعني في ظل هذا التواطؤ الدولي الكبير وشعور إسرائيل بأنها لديها حصانة مطلقة وأنها فوق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية، وأن حاميتها وسندها أمريكا والدول العظمى من خلفها،
باتت تشعر نفسها فوق المساءلة وفوق المحاكمة وفوق كل شيء. يعني هذا القرار وإن كان دون المأمول، لكن مجرد أن تنظر المحكمة العدل الدولية وفي ديباج القرار وحيثياته الذي تلته رئيسة المحكمة اليوم، وبالمناسبة هي أمريكية الجنسية بمعنى أن دولتها تقف سند أساسي لإسرائيل في عدوانها الهمجي على قطاع غزة، أن تقول المحكمة أنها مختصة بنظر هذه القضية وأنها تقبل نظر الدعوة شكلاً وموضوعاً، هذا انتصار كبير للشعب الفلسطيني. هذا يعني أن إسرائيل بدأت فعلياً بالمثول أمام القضاء الجنائي الدولي وأمام العدالة الدولية وأمام قواعد القانون الدولي ومبادئه، والذي يعني من خلاله انبثقت منظمة الأمم المتحدة التي تعنى بفرض الأمن والسلم الدوليين. لو لم تقل محكمة العدل الدولية يعني هذه التوصيات اليوم والقرارات المستعجلة، التدابير المؤقتة التي تم الإعلان عنها اليوم، لأطلقت هذه المحكمة رصاصة الرحمة على كل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بمعنى أنها لتعاملت بازدواجية معايير. وكما قلت، وإن كان القرار دون المأمول إلا أنه جيد، ويعني كما تابعنا معظم الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس رحبوا بصدور قرار محكمة العدل الدولية، حتى أن حركة حماس بالأمس أصدرت تصريح صحفي يستبق جلسة المحكمة بأنه إذا أعلنت محكمة العدل الدولية قرارا فوريا بوقف إطلاق النار فهي ملتزمة به، ومن خلفها كل فصائل المقاومة الفلسطينية. طيب، ولكن أن يكون الالتزام متبادل ومتزامن مع الجيش الإسرائيلي. طيب، وكذلك أستاذ أسامة. نعم أستاذ أسامة، أقام علي، لو سمحت سوف أعود إليك مرة أخرى. أستاذ راتب، إسرائيل تنظر لنفسها أنها فوق الأعراف والقوانين الدولية وفوق القانون الدولي وفوق مجلس الأمن والمجتمع الدولي وقراراته وما يتمخض عنه من محكمة عدل دولية أو محكمة جنائية لا تعترف بها كلها، والدليل لا توقف إطلاق النار إلا بمزاجها، والدليل أنك تقول بأن ما يجري هو دفاع عن النفس. ماذا لو لم تلتزم بهذا القرار؟ ماذا سيكون؟ ما هي العواقب على إسرائيل؟ نعم، أنا سأبتدي بالنقطة ما قبل الأخيرة التي طرحتها حضرتك، أن موضوع حجة الدفاع عن النفس اليوم ذكر هذا الأمر في المحكمة. في البداية مصادر القانون بشكل عام، القانون العام بشكل عام، مصادر القانون هو العرف وفلسفة الحياة الاجتماعية والاجتهاد والفقه القضائي. الاجتهاد والفقه القضائي وهي الفقرة المصدر الثالث من مصادر القانون، يعني كل القرارات اتخذتها المحاكم ذات الصلة من قبل والقضاة والأحكام التي خرجت. في العام 2004 حاولت إسرائيل أمام المحكمة أن تقول أنها تدافع عن نفسها ولم تقبل هذه الحجة، ولكن كان يغيب الركن المادي عن الجريمة، ولكن اليوم موجود عندنا الركن المادي. ولكن اليوم تصريح بنيامين نتنياهو على سبيل المثال، على لما عندما قال نحن سندافع عن أنفسنا، ولكن لا أعلم أنه إذا شاهدتم تصريحات رئيس الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما قال في النهاية ولكن نحن ملتزمون في القانون الدولي. لماذا قال هذه العبارة؟ لماذا اتصل اليوم الرئيس جو بايدن بأمير دولة قطر بعد صدور قرار المحكمة؟ لماذا هذه الوتيرة والتسارع؟ ما الذي حدث؟ أنا سأقول لك، أنت عندما تعمل أي عملية عسكرية في الحياة في أي دولة في العالم وأي في مناطق النزاع هي لها هدف سياسي والجميع يتفق على ذلك. أنت عندما تذهب للعملية العسكرية يجب أن تحضر السلاح للجنود وتعبئهم معنوياً وعقائدياً نسميها نحن في المنطقة الشرقية. نعم. يعني تعبئهم أنه أنت تذهب للدفاع عن قيم، عن عدالة، عن عقيدة، عن شيء. هذا الأمر يتعرض للخطر الآن، لأن المحكمة عندما تقول لإسرائيل أوقفوا الإبادة الجماعية، اتخاذ تدابير خلال شهر من اليوم، التدابير لا ليس المقصود فيها أن تقرير يكتب على مجموعة من الأوراق، الموضوع أهم من ذلك بكثير. المحكمة تحتاج من إسرائيل إلى هيكلية عمل الآن تقف عن
يعني توقف إسرائيل من خلالها الإبادة الجماعية الممنهجة. لماذا؟ لأن هذا الأمر سيؤدي في النهاية إلى عدم تعبئة المقاتل سواء الإسرائيلي أو غير الإسرائيلي. أنت كيف تقول أن جيش الدفاع الإسرائيلي الذي يسمينه في إسرائيل الجيش الشعب، هذا هكذا يسمونه، كيف تقول أنك أنت تدافع عن قضية وعن النفس وعن كذا وأنت في النهاية يعني لا تلتزم بمعايير القانون والقانون الدولي؟ أعرف أن إسرائيل لا يعني هذا الأمر لا يهمها كثيرا على المستوى الداخلي، ولكن على المستوى الدولي هو أمر له ثقل كثير وكبير. هل هذا يعتبر جدا أخيرا، يعني هل هذا يعتبر مكسبا لصالح فلسطين، مكسبا لصالح المقاومة الفلسطينية؟ أنا أعتقد أن هذا مكسب كبير جدا ويجب التمسك والتشبث به كخطوة أولى باتجاه محاسبة إسرائيل، وسيتم ذلك. سيتم ذلك. المحكمة كانت من بادئ ذي بدء كان من الممكن أن ترفض الدعوة شكليا. اليوم السيد رئيس المحكمة، القاضي رئيس المحكمة، عندما قالت الاقتباسات وعندما قالت اقتباسات وزير المالية الإسرائيلي ائتمار بن جفير رئيس الوزراء الإسرائيلي، يؤلف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي، ذكرت كل التصاريح، حيوانات بشرية سنقطع عنهم الماء والغذاء والطعام ولا زال الدعم الأمريكي وكل شيء. نعم. ولا زال الدعم الأمريكي لإسرائيل. وفي اليوم التالي قالها يؤلف أجلت، يعني هي قالت بداية الاقتباس ونهاية الاقتباس، يعني تقتبس حرفيا لتظهر للعالم أن هناك النية المقصودة اتجاه جريمة الإبادة الجماعية. اسمح لي في هذه النقطة أستاذ راتب. الإعلام يقولون شبه إجماع، هو إجماع. القاضي الذي امتنع عن التصويت هو القاضي باراك وقاضي إسرائيلي. المحكمة هم 15 قاضية، ولكن ضافوا قاضي من جنوب أفريقيا دول النزاع وقاضي من إسرائيل ليحصلوا على توازن داخل المحكمة. القاضي الذي رفض التصويت على هذه المطالب هو القاضي باراك، قاضي الإسرائيلي بالمناسبة. فيجب أن ننتبه إلى هذه النقطة، هذه النقطة خطيرة جدا. طبعا من هذه النقطة أستاذ راتب اسمح لي فقط أن أنتقل للأستاذ وسام نتحدث عن الدور الأمريكي. إلى أي مدى ترى أن الدور الأمريكي أستاذ وسام سيبقي الأمور معطلة أو ربما سيبقى متخذ الدور المعطل، لا سيما مع حديث جون كيربي أنه لا أساس لتهم ارتكاب إسرائيل لأي إبادة جماعية؟ كيف تنظر إلى الدور الأمريكي ولو خلال أو بعد قرار المحكمة؟ الدور الأمريكي من بداية الحرب الإجرامية على قطاع غزة وهو يعني سند أساسي لهذه الحرب لإسرائيل، وقد أتى بحاملة الطائرات الأمريكية إلى الشرق الأوسط ليس فقط يعني لإرهاب قطاع غزة وإنما لإرهاب كل الدول المحيطة، أن الذي سيتدخل لنصر قطاع غزة ها هي حاملة الطائرات جاهزة للرد وبشكل قوي على أي تضامن مع قطاع غزة. ومع الأسف الشديد يعني دعني أقول لك أنهم يعني نجحوا إلى حد ما في تثبيط كل المحيط العربي والإسلامي للأسف الشديد عن قطاع غزة. الدور الأمريكي على قدر إرهابه، إلا أن دولة مثل جنوب أفريقيا نفضت عن نفسها كل يعني كل التهديدات وكل الوعيد الذي تنتظره جنوب أفريقيا إذا ما أقدمت على تحريك دعوة ضد دولة إسرائيل المزعومة أمام محكمة العدل الدولية. كل هذه التهديدات لم تثني دولة جنوب أفريقيا على الانتفاض بإنسانيتها وبضميرها الحي لتنتفض للشعب الفلسطيني الذي يعاني مثلما عانت دولة جنوب أفريقيا من الظلم والفصل العنصري والقتل على أساس التمييز العنصري على مدار 75 عام. بالمناسبة نتنياهو يتحدث دائما عن معاداة السامية، وحتى أنه وصف المحكمة بأنها تعادي السامية. يعني هذه السردية التي دائما تتحدث بها إسرائيل عن الهولوكوست وعن مظلوميتها بالنسبة للعالم، وأنها دائما تتخذ موقف المدافع عن النفس ضد المعادين للسامية، هل ترى بالفعل أن هناك فرصة لإدانتها، وخاصة لأول مرة تقف إسرائيل في قفص الاتهام؟
أنا قلت من بداية المقابلة مجرد أن ننجح كفلسطينيين وبتحريك الدعوة من دولة جنوب أفريقيا أن نجلس إسرائيل أمام 15 قاضيا من 15 دولة ورئيس المحكمة أمريكية ونائبها روسي، يعني نحن أمام صراحة تقدم كبير على صعيد يعني القانون الدولي. هذه المرة الأولى يا سيدي التي يتم فيها إحضار إسرائيل مرغمة. إسرائيل طول عمرها يعني تمارس العنجهية على كل دول العالم، يعني وأنت تعلم أن قطار التطبيع العربي كان يسير بشكل كبير كله يلهث خلف إسرائيل. أن تقوم غزة ومن خلفها دولة جنوب أفريقيا سند أساسي، حتى أن إسرائيل اتهمتها أنها الذراع القضائي لحركة حماس، اتهموا الأمين العام للأمم المتحدة أنه إرهابي وأنه يدعم الإرهاب وطالبوا بإقالته، ويتهمون كل من يدعم أو يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه الحرب الهمجية لنيل حقوقه السياسية والمدنية وانتزاع حقه من فم الجلاد الإسرائيلي على مدار 75 عام، يتهموه بالإرهاب. حتى أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عندما قال مؤيد دعوة دولة جنوب أفريقيا وقدمنا الوثائق التي تثبت قيام إسرائيل بجرائم إبادة جماعية، بمعنى أنهم قدموا أدلة ببينات مكتوبة ووثائق تثبت يعني هذه الجرائم، مباشرة إسرائيل ردت أن تركيا ذراع تنفيذي، ومن قبلها اتهمت جنوب أفريقيا بأنها ذراع قضائي. يا سيدي أمريكا اليوم باتت في حجر زاوية أيضا، يعني بايدن هذا العام هو آخر عام رئاسي له، يواجه مصير مجهول في تجديد ولايته الرئاسية في الانتخابات الرئاسية الجديدة مطلع العام. في كل مكان يذهب إليه ليجري مناظرة انتخابية أو دعاية انتخابية يرفع له أحرار العالم في واشنطن وفي ولايات أمريكية صور الأطفال والنساء. 70% من الشهداء الذين ارتقوا في غزة هم من النساء والأطفال. أين الأهداف العسكرية التي يتحدثون عنها؟ أكثر من 300 ألف بيت في قطاع غزة هدم كليا، والذي يعني لم يهدم كليا غير صالح للسكن أساسا. 200 أكثر من 200 مؤسسة تعليمية، رؤساء جامعات استشهدوا، أكثر من 45 أكاديمي، كل المدارس حرقت ودمرت، دمروا كل مناحي الحياة في قطاع غزة، أجبروا الشعب الفلسطيني على التهجير القسري في مخالفة صريحة لكل قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. كل هذا لم تستطع أمريكا، لم تستطع أن تدافع عن إسرائيل في هذه يعني في هذه الجرائم وحجة الدفاع عن النفس. بل على العكس، أن وزير الخارجية الأمريكي أتى بخمس جولات مكوكية بلينكين، وفي آخرها أنه يأتي لبلورة وقف إطلاق نار وتبادل يعني الإفراج عن الأسرى والوصول إلى حل. لماذا أصبحوا يفكرون اليوم؟ رئيس وزراء بريطاني، وزير الخارجية البريطاني أيضا يعني لا يعفي إسرائيل من مسؤوليتها عن الكوارث التي تحل بقطاع غزة. كل هذه التصريحات لولا دعوة دولة جنوب أفريقيا ونطق يعني والقرار الذي صدر باتخاذ التدابير يعني الاحترازية. هذا الدور الكبير الذي، إذا سمحت لي أستاذ وسام أنتقل للأستاذ راتب بالسؤال. جنوب أفريقيا تحدثت عن إصرارها أستاذ راتب على المضي قدما لنهاية هذا الدرب حتى تحقيق أهدافها. ما هو المطلوب من دولة جنوب أفريقيا في هذا الإطار خلال شهر من الآن وقد تحولت إلى مراقب ووضعت إسرائيل إن صح التعبير تحت الوصاية، كذلك ما أهمية أن تنضم إليها في دورها هذا وفي متابعتها هذه، ما أهمية أن تنضم إليها دول أخرى في هذه الدعوة؟ نعم، أشكرك جدا أستاذ سمير، هذا سؤال مهم جدا. بالمناسبة يعني جنوب أفريقيا لها عليها على عاتقها يقع مهمتين أساسيتين. المهمة الأولى بصفتها هي ممثل الادعاء الدولي. بالمناسبة محكمة العدل الدولية للتوضيح هي تفطر يعني تختلف عن محكمة الجنايات الدولية أنها تحاكم أو تحاسب الدول وليس الأفراد. الدول فقط، الدول تسمى في القانون الدولي الأشخاص الدوليين. الأشخاص الدوليين تعني الدول. فهي صفتها ممثل للادعاء الدولي
على دولة إسرائيل أو الكيان الإسرائيلي، فهي بصفتها وبصفتها الأخرى أيضا هي لديها قاضي داخل المحكمة داخل ال17. يعني عندنا نحن 15 قاضي الأساسيين موجودين في قاعة محكمة العدل الدولية، وعندنا قاضي من دولة الاحتلال، وعندنا قاضي من جنوب أفريقيا كممثلة ادعاء. فهي بإمكان دولة جنوب أفريقيا بأي لحظة أن تطرق باب المحكمة وأن تقدم إضافات وأي ملاحظات جديدة تفيد هذه القضية، وهي ستفعل ذلك بالمناسبة. أنا أجد يعني وجهة نظري أجد أنه جنوب أفريقيا يعني مع كامل الود والاحترام لهذه الدولة التي تحترم القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بين قوسين، فهي تلقي بكل ثقلها في هذه القضية، وأنا لا أتفاجأ من هذا الأمر. ولكن يعني ما يحزنني للأسف أن المجموعة العربية، وأنا من منبركم هذا أهيب بالمجموعة العربية، يعني أتفهم أن هناك اتفاقيات مع الكيان وهذا الأمر، ولكن يعني التاريخ هو مختبر الحياة، فنأخذ موقفا في يعني في لحظة ما، يعني نأخذ موقفا أمام ضمائرنا، أمام الشعوب، أمام الأجيال التي ستأتي بعدنا ليكتبوا شيئا جميلا عندنا، أن فعلنا يوما من الأيام قلنا كلمة حق. يعني أهيب في المجموعة العربية سيكون لها تأثير كبير على الوزن السياسي للقضية والدبلوماسي، لأن القضية اليوم سمعنا بعد قرار المحكمة، سمعنا السيد غوتيريش سيحيل متطلبات المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، وهذا الأمر روتيني يعني، ولكن سيكون له ثقل أكبر لو كانت المجموعة العربية يعني تتدخل بثقلها وبقوتها السياسية والدبلوماسية والاقتصادية داخل مجلس الأمن وأروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة. هل هناك ولكن تجارب أخرى للجمعية العربية يعني لحل المجموعة مشكلة العربية، المجموعة العربية لحل مشكلة الفلسطينيين التي نعم، هناك ابتدأت أذكر أنا في منذ 70 موضوع عاما؟ في العدوان الإسرائيلي على لبنان عام 1996، المجموعة العربية كان لها ثقل كبير جدا، وخصوصا عندما حدثت مجزرة قانا الأولى تدعى في ذلك الوقت، أعتقد في صيف 1996 كان ذلك الأمر، وخرج عن ثقل المجموعة العربية ما يسمى آنذاك تفاهم الفرنسي الأمريكي الروسي العربي آنذاك، ولكن لديهم القوة ولديهم القدرة السياسية كبيرة. ولكن دولة جنوب أفريقيا أيضا لو حتى لو ما تدخلوا، دولة جنوب أفريقيا لديها القوة القانونية الكافية لمتابعة هذه القضية، هذا من الناحية القانونية. لو كان شخص ادعى ولا 100 شخص ادعى، هذا الوزن القانوني له نفس النتيجة. ولكن الاجتهاد والفقه القضائي، عندما تحدثت في مطلع حديثي أنا كمصدر مصادر القانون، له أهمية جدا كبيرة، حيث إسرائيل ستدعي في النهاية في هذه القضية أنها تدافع عن نفسها. لا يمكن لقوة احتلال أن تدعي أنها تدافع عن نفسها. أنت ماذا تفعل في بيتي؟ ماذا تفعل؟ تأتي إلى بيتي وعندما أطردك منه أو أحاول أن أدافع تدعي أنك تدافع عن نفسك؟ أنت من حيث المبدأ يجب أن لا تكون موجود هنالك هنا. الكثير من السرديات التي تحدثت عن الهولوكوست والدفاع عن النفس، وأنا محتل لبلد وأرض ليست أرضي، والكثير من الأمور التي حمتها الولايات المتحدة ويتحكم بها القانون الدولي عن طريق السياسة الدولية للدول العظمى ومنها أمريكا. هذا الأمر مفروغ نعم. منه. واسمح لي انظر فقط للمفارقة، 1948 وقعت إسرائيل على اتفاقية منع الإبادة الجماعية، لأنها يعني آنذاك تزعم أنها خرج اليهود من الهولوكوست، والآن تدخل إلى نفس المعاهدة كمتهم يفعل الهولوكوست بالفلسطينيين. إذن كيف إذن لا تفعل ذلك؟ هذا الأمر خطير جدا، يعني على حتى على إسرائيل، ليس كدولة أو ككيان، على إسرائيل كمجتمع، يعني كمجتمع ينتمي للغرب. هي تدعي إسرائيل دائما أنها تنتمي إلى المجموعة الغربية وإلى الغرب وإلى القيم العدالة شكرا لك أستاذ والمساواة، راتب. وتدعي أنها واحدة الديمقراطية. شكرا لك كيف أستاذ لي راتب. أن أكون ديمقراطيا وواحدة الديمقراطية في الشرق الأوسط، وبنفس الوقت نعم أقوم في الإبادة الجماعية؟ هذا الأمر خطير جدا، شكرا أستاذ سيؤدي راتب. في النهاية إلى تدمير سمعة إسرائيل وعزلها، ليس دوليا. هي إسرائيل يعني موضوع العرب وموضوع للأسف موضوع الشرق الأوسط لا يعنيها كثيرا،
يعني لا تهتم بوزنها امام الدول العربيه. فقط انتقل بالسؤال استاذ وسام. استاذ وسام، ما اهميه انضمام دول اخرى الى جانب جنوب افريقيا لتقويه موقفها ومسانده فلسطين والمقاومه الفلسطينيه ورفع هذه المقتله العظيمه التي ترتكب والاباده الجماعيه التي ترتكب في غزه؟ كل جهد قانوني وكل جهد دولي ينضم الى تعزيز الدعوه التي رفعتها دوله جنوب افريقيا هو جهد مقدر ومطلوب، ويعزز من 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 المزيد من فرص يعني نجاح هذه الدعوه وصولا الى الادانه الكامله لاسرائيل بمجزره الاباده الجماعيه، بيد أن التاريخ سيسجل بكلمات من ذهب وبصفحات من ذهب لدولة جنوب أفريقيا أن الدولة التي لا يجمعها بفلسطين لا قومية ولا دينية ولا ثقافية ولا يبلغ عدد المسلمين بها 2% من عدد سكانها هي التي انتصرت لفلسطين ولغزة وسط تخاذل أكثر من 55 دولة عربية وإسلامية وخاصة دول الجوار المباشرة لفلسطين ولقطاع غزة على وجه الخصوص، بل أن آلاف الشاحنات التي تعج بالمساعدات تكلف على جانبي الحدود ويجوع الأطفال والنساء في غزة. سيسجل التاريخ عليهم هذا العار، أن المجاعة الآن في شمال قطاع غزة في أبشع صورها. لك أن تتخيل أن أهالي شمال غزة يأكلون أكرمكم الله علف الدواب، يطحنونه دقيقا ويأكلونه. هل وصل بالعرب والمسلمين أن يقفوا متفرجين عاجزين عن نصرة أهلهم في غزة؟ هل لك أن تتخيل أن أهالي الإسرائيليين الأسرى الإسرائيليين في غزة يقفون سدا مريعا لمنع وصول 24 ألف طن دقيق ستدخلها دولة الاحتلال غصبا عنها بطلب أمريكي خوفا من المجاعة التي تحدث في شمال غزة، ويمنعها مئات المتظاهرين من أهالي الأسرى الإسرائيليين. شكرا جزيلا. 2 مليار مسلم. نشكرك. يعني شكرا جزيلا. هذا شيء مؤسف ومؤسف جدا. إسرائيل هزمت سياسيا. نعم. عسكريا قانونيا، باتت في عزلة دولية. شكرا. كل الاحترام والتقدير والشكر لدولة جنوب أفريقيا التي تجمعنا بها الإنسانية المطلقة المجردة. شكرا جزيلا من إسطنبول الأكاديمي والباحث في الشؤون القانونية الدكتور وسام عطلة، وأيضا عبر زوم من تيلبورغ بهولندا الأستاذ راتب عبد العزيز الباحث بالقانون الدولي الإنساني.